صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. تصدرت التطورات التي حصلت في مجلس الوزراء مؤخرا، وأيضا ما يجري من حديث عن عودة لمجلس الوزراء الموعد الجديد يوم الخميس المقبل مقابل تلويح العماد ميشيل عون بالنزول إلى الشارع. في الوقت تابعت الصحف تسليط الأضواء على الاستحقاق الرئاسي في ظل مواقف جديدة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. هذه العناوين وغيرها نتابعها اليوم في كلام بيروت مع النائب فادي كرم، دكتور فادي كرم، عضو كتلة القوات اللبنانية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اليوم غالبية الصحف بالعناوين: سلام يدعو لجلسة يوم الخميس، واتجاه التيار العوني للتحرك إلى الشارع. راح نبدأ نحن وياك الحلقة اليوم بكاريكاتير بصحيفة البلد لستافرو جبرة، رسم الجنرال عون من دون ما يكتب، يعني من دون تعليق، بزي نجار انتهى من مسمرة باب مجلس الوزراء بلوحي التيار الوطني الحر، يعني اقفاله. نعم. ممكن؟ يعني الملفات اللي وصلت إلى الحكومة والوضعية اللي وصلت إلى الحكومة هي وضعية مدمرة جدا وخطيرة جدا. نحن كلنا بنعرف أنه اليوم بسبب غياب رئيس الجمهورية ما في إمكانية لتغيير الحكومات كما يجب. بوقت اللي بيركب حكومات، خاصة حكومات ائتلافية بين الضاد، وبيكون في تفاهم بالبيان الحكومي كما أنشئت، كما انوجدت هذه الحكومة، وبيصير في اختلاف بيصير في تغيير للحكومة. ولكن اليوم نعرف كلنا أنه ما فيها الإمكانية، فإذا ملزمين جميع أطراف الحكومة أنه يتفاهموا أي يعودوا إلى هذا التوافق. طبعا، وهن على أساس يعني ضروري العودة إلى بيان الحكومة وعلى أي أساس انوجدت هذه الحكومة، تتكون هي الحقيقة هي المصة للصدمات، هي اللي عندها إمكانية تمص الصدمات والملفات المتفجرة في البلد. فهل من المقبول أنها تتحول هي الإمبلي المتفجرة في البلد وتفجر البلد؟ هون بقى عليهم كأطراف الحكومة كلهم، أنا عم بقول على كل الأطراف، على الجميع، مش عم بقول على تيار واحد أما حزب، عليهم أنه يرجعوا للأساس اللي على أساسه قعدوا على طاولة الحكومة، ونحن مش موجودين لأنه نحن من الأساس ما وافقنا وعارفين وين بدها توصل. مش قصة، بالعكس نحن مزعوجين جدا، لأنه نحن اللي حكيناه من الأساس تما تركب هيك نوع من الحكومات. اليوم عم نوصل له، عم بيوصل له الشعب كله، بتعرف هيدي ردا على كثير من اللي بيقولوا القوات اللبنانيه هل ندمانه انه منا بالحكومه؟ لا ابدا مش ندمانه، لسبب واحد انه هي عارفه وين القوات اللبنانيه، عارفه وين بدها توصل هيك نوع من الحكومات، خاصه انه كان في خطوره بانه ومعروف انه في فريق يسعى بانه ما يكون في رئيس جمهوريه. فكنا عارفين متوقعين هذه الامور، فكنا عم نطلب انه شروط وجود حكومه تكون حكومه فعاله تقدر تروح على ملفات اجتماعيه. اليوم هل يعقل انه هي الحكومه اللي ركبت بالطريقه اللي ركبت فيها انه تصير هي المفجره للبلد وما عم لا تعالج ولا تعالج اي ملف من الملفات الاجتماعيه؟ هل الشعب اللبناني اليوم جاهز مشان الملف اللي علقانين عليه بالحكومه جاهز يتخلى عن ملفاته الاجتماعية اللي عم يعاني منك اليوم، والاقتصادية اللي عم يعاني منها؟ يعني أنا يا ريت بينفتح لي مجال اليوم أدخل بملفات اجتماعية عم نعاني منها بكل لبنان، خاصة بالكورة اليوم في صرخات وصرخات بسبب ملفات فساد، وبسبب ملفات مش عم تتعالج من قبل الحكومات، وبسبب غياب الوزارات وعدم أعطاء المجال حتى يعطونا معيد مشان نراجع ملفات كورانية. بختام بالقسم الأخير رح نتابع الموضوع الاقتصادي، موضوع الكورة والشمال بشكل عام، وبالتالي بدنا نحكي عن هذا الموضوع. ولكن بالبداية، هل ما زالت الحكومة حاجة عن تشكيلة؟ هي الحكومة حاجة للجميع بعد وللأسف بغياب رئيس جمهورية. نعم، كل المؤسسات الدولة اللبنانية بدءا من الحكومة وغيرها هن كلهم حاجة اليوم، لأنه أي سقوط لأي حكومة اليوم ما فيك تركب حكومة جديدة. شو بتعمل؟ المؤسسة الوحيدة التي تعمل يعني ومحاولة لتعطيلها. فعلا هيك، يعني هذا محاولة جديدة لإفراغ البلد وأخذه إلى مؤتمرات، أما لتغيير صيغته، أما لتغيير الواقع الوطني كله. من هالمنطلق نعم هي حاجة، للأسف إنها حاجة، لأنه بغياب رئيس جمهورية رح يكون كل شيء بهذه الدولة صح. حاجة. وننتبه، لأنه اليوم واقف البلد على توازنات كتير دقيقة،
فأي محاولة كبيرة للذهاب إلى تغييرات جذرية بالواقع ممكن ما تروح باتجاه، وعلى أثري مش رح تروح باتجاه إيجابي ممكن يفجر البلد ونحن بغنى عن هذا الموضوع. قبل ما نحكي في المواقف مما يجري، قلت أنه القوات مش مرتاحة لأنه منا بالحكومة، البعض قال أنه مرتاحة مش مرتاحة للوضع الوطني. نعم بس أنا مرتاحة منا بهيك حكومة، ولكن الجنرال عون والتيار الوطني الحر وأيضاً الكتائب عم بيقوموا بمسلوكم، يعني أنتم مرتاحين أنه في حدا عم بيمثلكم؟ لا، نحن ما بيمثلنا إلا نحن، نحن بنمثل نفسنا، ونحن أردنا أنه ما نكون ممثلين بهيك حكومة، لأنه عارفين يعني الأساس اللي ركبت عليه مش هو الأساس اللي فيها القوات اللبنانية تغطيه. هلا من المنطلق نحن لا، ما حدا بيمثلنا جوا إلا حلفائنا اللي هن حلفاء 14 إدارة بالملفات السياسية. أي. أما بالملفات الاجتماعية وملفات إدارة الدولة فممكن يكون مختلفين ببعض الأمور مع هذا الفريق أو ذاك، أو متفقين مع هذا الفريق أو ذاك. لسبب لا، نحن بنعتبر من يمثلنا هو موقفنا نحن من المواضيع كلها. هناك انزعاج من مطالبة الجنرال بحقوق المسيحيين؟ عم يطالب لكم بحقكم وبحقه وبحقوق الجميع. حقوق المسيحيين مهدورة من التسعينات، من أول التسعينات مش اليوم، مهدورة ونحن عم نجرب نستردها شوي شوي، وعم نجرب بالتعاون مش بثورة ومش بانتفاضة ولا بمواجهة. حقوق المسيحيين لا تعود بالمواجهات، تعود بالتفاهم. وما في شك أنه كل الأفرقاء اللبنانيين كلهم مقتنعين بأنه المسيحيين يجب أن يستعيدوا حقوقهم ودورهم ومشاركتهم في الدولة، مش بس حقوق هي كمان مشاركة. فنحن مقتنعين بأنه هيدي نعم في بعض ثغرة، في بعض هفوات، في بعض هذا بالنقاش مش ولكن بالتحدي. هذا بالنقاش مش بالمعارك ومش بالمزايد. صحيفة الأخبار اليوم تقول أنه رئيس تكتل التغيير والإصلاح الجنرال عون يسير نحو معركة جديدة، عنوانها مش موضوع أو يتعدى موضوع رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش إلى استعادة حقوق المسيحيين. ما في مبادرات سياسية تختفي اليوم باتجاه الجنرال، يستعد الجنرال اليوم للعودة أو لعودة النضال إلى الشارع كما تقول صحيفة الأخبار. مصادر يعني بعد ما دعا رئيس سلام إلى جلسة الحكومة، تقول مصادر بالتيار الوطني الحر أنه ممكن العودة إلى الشارع من أجل يعني تغيير هذا المسار الحكومي. وأيضا الجنرال عون بالعشاء امبارح بالخنشارة دعا أنه نحن كما قال نحن ما منخاف، وبالتالي دعاهم للشباب لينزلوا للشارع لحتى لتغيير شيء ما. حق كل فريق يمارس حقه ويمارس دوره بالطريقة اللي بيريدها، بس ضمن الدستور، ضمن القوانين، وضمن الأخذ بموضوع السلم الأهلي وعدم تفجير الوضع على الأرض. موضوع الشارع حرية، هيدي إذا كان التيار الوطني الحر بيريد يلجأ لهذا الأسلوب هو بيقدر يلجأ له، بس طبعا ضمن القوانين وضمن الاهتمام بأنه ما تؤدي بعض الملفات إلى فراغ أكثر وإلى وضع خطر أكثر على الصعيد الوطني. ولكن هذا حقهم، يعني إذا هن بيشوفوا أنه بهالطريقة تعالج الأمور هيدي حقهم، وهن مسؤولين عن خطوتهم. بالاجتماع الاستثنائي للتيار بعد ما جرى مجلس الوزراء، قال الجنرال انه عم يدفعونا نحو الانفجار، نحن ما منخاف، وسالوه كيف، وقت قال هيدا سر المهنه. واضح انه بين بدي له، هل مسموح الانفجار في لبنان اليوم مشان بعض الملفات؟ بغض النظر هي كلها ملفات اساسيه ومهمه، ولكن الملف الاساسي والاهم واللي ما حدا فيه يتجاوزه هو ملف رئاسه الجمهوريه، هنيك تبدا الحلول. وكان لو عندنا رئيس جمهوريه اليوم كان بيقدر اي فريق اليوم يسقط الحكومه ويلجا الى حكومه جديده لتغيير الظرف السياسي اما الواقع السياسي، ولكن بغياب رئيس جمهوريه كل هذه الخلطوات ستؤدي الى ازمه اكبر والى القعر اكثر، وسيتحمل مسؤوليتها كل فريق سياسي ممكن ياخذنا بهالطريق هيدي. لسبب انا اللي برجع بركز عليه، العودة إلى اتفقوا يعملوا حكومة مع بعضهم، العودة إلى بيان الحكومة. هل بيان الحكومة وجه باتجاه أنه يفجروا يوما ما الحكومة بهالطريقة هيدي، أما يتفاهموا؟
نعم. فيذهبوا إلى التفاهم لأنه في ملفات كتير ناطرة تفاهمهم. يقول الجنرال للمناصرين: نحن مدعوون للنزول إلى الشارع وندعو اللبنانيين للنزول معا. وبالتالي القوات من بيناتهم تنزلوا. القوات معروف شو موقفها من كل هالملفات اللي عم تطرح بالحكومة. نحن بانتظار إنهم يتفاهموا، مش بانتظار إنه يأزموا. باتجاه التفاهم. نعم نعم نعم. أيضا تحت عنوان الوصاية بوجهها الجديد، هي من القصيفي تكتب بصحيفة الأخبار أنه في أزمة ثقة وليست أزمة تعيينات كما تقول. وإذا كان مجرد لقاء عون وجعجع من أجل تهدئة الشارع المسيحي وتصفية الأحقاد الماضية أدى إلى كم من ردود الأفعال الاعتراضية، فهذا يعني أن الحلفاء مصرون على أن يكون حلفاؤهم من المسيحيين بمرتبة موظفين كما بعض الشخصيات المسيحية، وليسوا حلفاء من الند للند. في كثير تعليقات على هذا التفاهم، على هذا الحوار بين التيار والقوات، انه في مصالح عم تركب. يا ريت يعني يا ريت اللي بيكتب بهالمنطق هيدا وبيوجه هيك بعض اصابع الاتهام نحو القوات اللبنانيه بانها هي حزب بيسعى وراء المصالح، يا ريت بيتذكر مواقف القوات اللبنانيه على مدى سنوات وسنوات طويله بدءا من زمن الاضطهاد حتى وصول الى 2005 وما بعد 2005، وبيشوف انه القوات اللبنانيه مرقت بظروف اصعب بكثير من الظروف اللي عم نمرق فيها اليوم. اليوم وضعنا جيد كقوات، وقت اللي كنا عم نمرق بظروف صعبه وربما نلجا الى ان نحمي نفسنا ما لجانا الى تفكير بمصلحتنا الفئويه اما الحزبيه، فكنا دائما نلجا الى مصلحه الوطن ومصلحه المجتمع من خلال هذا الوطن. طبعا القوات اللبنانيه بخلال الحوارات اللي عم تعملها وعم تحاول تعملها مع كل الافرقاء اللبنانيين، مش بس مع التيار الوطني الحر، وتعرفوا الدكتور جعجع اصحاب صاحب مبادره، ومبادره دائما جديه مش مبادره صور وبعض هيك الظهور العلني. هو بيذهب الى مبادرات كثير كبيره وبيتخطى الحدود مرات لحتى يخرق ثغرات في الوضع الوطني اللي مؤزم. فطبعا نحن لقائنا مع التيار الوطني الحر مبنى على اسس كثير وطنيه طبعاً وثوابت وشيء ايجابي تخطي كل المرحلة، وخاصه طبعاً ومسيحيه كمان ومقتنعين فيه، وما ممكن نرجع لورا. وانا يعني بنصح كل اللي عم بيكتبوا باتجاه سلبي باتجاه هذا الحوار انه يتخلوا عنه، ما بقى ينفع لا كتاباتهم ولا افكارهم. هذا مسار مش ما بقى يرجع له. مواقف واضحه للقوات لدكتور سمير جعجع، وايضا يعني الزياره الاخيره للشيخ سامي الجميل كانت واضحه بموضوع هذا طبعاً التوافق وهذا الحوار والتلاقي. ولكن الذي اوصل الامور اليوم كان موضوع الاستطلاع وموافقة القوات على هذا الاستطلاع. نعم. ودكتور جعجع يستغرب ليش هذا الضجة. صحيح. لكن الكلام من بعد الاستطلاع أنه قال الجنرال إذا دكتور جعجع هو بيكون الأول أنا بروح بنتخبه، ودكتور جعجع قال ذات الكلام. لا ما قال هيك، أنه معنى الحكي يعني أنه بالآخر نعترف بالنتيجة، وكأنه ما في غيركم على الساحة المسيحية قوات وتيار والباقي مش موجود. طبيعي مش من موضوع المطروح أبدا هيك. لا أصحاب المبادرة التيار الوطني الحر طرحوا انه يكون في عزل للافرقاء السياسيين الاخرين المسيحيين، ولا نحن بنقبل هذا الموضوع حتى لو طرح علينا، بس ما طرح علينا هذا الموضوع. هي كل عملية الاستطلاع ليش ما بعرف يعني فعلا ليش هالتضخيم كثير والتخويف منها. لا في حدا غير هيدي عملية الاستطلاعات بتصير كل في شي فريق سياسي لبناني قبل انتخابات نيابية اما رئاسية اما من كل انواع الاستحقاقات الديمقراطية، في شي فريق سياسي ما بيعمل استطلاعات، كل الافرقاء السياسيين بيعملوا استطلاعات، فشي هذه طبيعيه ومسموحه، ومش بس مسموحه مفترض تنعمل دائما، ومفترض كل فريق سياسي وكل السفارات حتى والبعثات الدبلوماسيه بنعرف شو عم بيعملوا استطلاعات تيشوفوا كيف الوضع، وضع كلمه الشعب وين، جو الشعب وين، الرجوع الى الشعب بيكون عزل لحدا. هذا منطق كتير غريب انه بقى ينطرح. انا ما بعتقد حتى الافرقاء السياسيين اللي عم ينقصدوا فيهم هن موافقين على انه يعتبروا حالهم معزولين بانه صار في استطلاع لراي الشعب. يعني منا حلوه لا لهم ولا حلوه لحدا ولا حلوه للشعب انه نقول له انت عم تعزل حدا. لا، في خطاب سياسي وفي خط سياسي وفي حزب سياسي وفي رؤساء لهالخطوط السياسية عم تطرح أمام الشعب تقول له أنت موافق على خطي السياسي؟ هل أنت موافق على أدائي؟ عم بيجي يستطلع هالشعب بيقول له ما بدك كل هالقد وكل
كل هالفوضى وكل هالعجقة هيدي وهالخوف هيدي ما لازم حدا يتخوف، بالعكس هيدي منيحة لحتى إذا واحد شايف حاله بالاستطلاع مش جيد يحسن أدائه ويشوف ليش منه منيح. فما بدها كل هالأمور. الاستطلاع شغلة مفيدة نحن موافقين عليها، ولكن ما لها علاقة لا بإلزامية، لا بتلزم حدا ما بتلزم حدا، ولا لها علاقة بأنه تفرز شخصية واحدة نروح نمشي فيها كلنا سوا، لأنه هي من الأساس مطروحة أنه شخصيتين الأقوين اللي بنذهب فيهم إلى مجلس النواب وبعدين ترجع بتصير اللعبة ديمقراطية. بس هون بما أنه فتحنا الموضوع، الراعي لصحيفة المستقبل يقول الاستطلاع خطوة غير دستورية تحتاج إلى موافقة النواب الموارن. ومن هون كان السؤال أنه مش أنتوا بس، في نواب طبعا هيكو. طبعا طبعا، وهيدي بدها الحقيقة توضيح، وأنا بدي أوضح نقطة بهذا الموضوع لأنه هي انحطت بالإعلام وكأنه أنه أستاذ ملحم رياشي اللي كان موجود بهاللقاء هيدا أنه له علاقة بطرح الموضوع على سيدنا البطرة. هو أستاذ ملحم لا، كان طالع مع زميلنا العزيز والصديق إبراهيم كنعان طبعا أنه تيبلغوا البطرك يحطوه بجو ورقة النواية، بالجو الموضوع موضوع مختلف ما له علاقة بموضوع الاستطلاع فكان أنه أستاذ إبراهيم كمان طرح موضوع الاستطلاع، وهيدي صار بدها توضيح بين أصحاب المبادرة يعني التيار الوطني الحر وسيدنا البطرك، توضيح لأنه بالأساس كمان تيار الوطن الحر كان يتمنى انه تكون برعاية البطريركية والبطرك، فاذا كان البطرك عنده اشكالية يجب يصير في توضيح بين تيار الوطن الحر والبطريركية لحسم هالنقطة، وحتى يوضحوا انه هي منا خطوة لا دستورية يعني، بس هيدي بترجع لقلهم كيف بيوضحوها. بصحيفة الديار اليوم في أسئلة، هل نحن أمام بداية الفيدرالية أم أمام حالة طوارئ في البلاد؟ عون يدعو المسيحيين إلى الشارع، فهل يتحمل سلام إهراق الدم المسيحي؟ أوصاد سلام وردد أنه لا يخضع للتهديدات، ويوم الخميس اللي بده يعترض يسجل اعتراضه. مواجهة فعلا إلى هذا الحد، الرئيس سلام هل بده يتحمل أي شيء على صعيد المسيحي، على صعيد الشارع المسيحي؟ لا، ما نروح كثير بغرائزيات يعني هالطروحات هيدي الغرائزية عم نشوف شو عم تعمل بالوطن العربي كله فعلينا نجنب نفسنا هيك طروحات غرائزية. المشكلة هي مشكلة سياسية، ما في شك انه في دور للمسيحيين لازم يستعيدوه، حكيت قبل شوي ما بدي ارجع عيدها، ولكن برجع بقول هيك حكومة اتفقوا يركبوها بالطريقة، ونحن اعترضنا كفريق قوات اللبناني الوحيد اللي اعترض على تركيب هاي الحكومة. هاي الحكومة انعملت لحتى تمص الصدمات مش حتى هي تكون الصدمة ومش هي تفجر البلد، وأنا بعتقد الجميع عارفين، جميع الأفرقاء السياسية عارفين أنه اليوم البلد ما بيحمل فرط هاي الحكومة، وأنا بعتقد كلها هي بتدخل من عملية آلية المعركة هلأ اليوم هالمواجهة هاي، وبدها ترجع يتفاهموا على صيغة معينة. لأنه موضوع أنه نحن بدنا حقوقنا وما عم بردوا علينا داخل الحكومة، في تغيير لآلية العمل الحكومي كما قال الجنرال، وبالتالي عم نطالب بحقوقنا بالطريقة اللي بنشوفها مناسبة. ما بدنا يعني، في طبعا في حقوق بس مش دايما المطالبة بالحقوق، الحقوق السياسية لها علاقة بالمطالبة بالحقوق الفئوية أما الدينية أما الفريق يعني فريق الدين اللي ينتمي له هالفريق السياسي. مع العلم وطبعا الموافقة انه ايه في أزمة عدم توازن بالدولة اللبنانية، وهيدي قلنا ما بتصير، نحن كقوات لبنانية نحن بنشوف، نحن بنحترم رأي التيار الوطني الحر ورأي الآخرين بطرحها، ولكن نحن بنشوف انه هالمواجهة ما بتأدي إلى استعادة الحقوق، والأفضل هو مش بالأزمات نجيب حقوقنا، نجيبها بالتفاهم. هذا البلد ما بيحمل أزمات، والشعب ما بيقدر يحمل أزمات، والوضع المتفجر حولنا ما بيسمح أن نروح على تفجيرات في الداخل. علينا كلنا نكون واعيين على أنه اللي هاضم الحقوق واللي عم بيطالب بالحقوق ينتبهوا على أنه أي مصادمة اليوم بتودي إلى ذهاب حقوق الجميع. أيضا يعني الوزير المشنوق للنهار، وفي كلام أيضا أنه هل الرئيس سلام منه رجل ميثاقي؟ في حدا يقول لا، مش داعي للعيش المشترك، مش طول باله كتير وفتح مجال للجميع للنقاش والحرور، بالتالي أي يكون هو يلي أدى لهذه المشكلة؟ هون السؤال يعني طبعا مش أنا برجع بقول
المشكلة هيدي مش موجودة من اليوم، هي موجودة من فترة، فترة اضطهاد مرق فيها الوطن. نعم. طلعنا منها وعم نطلع منها شوي شوي، عم يتغير الوضع المسيحي داخل الدولة شوي شوي بالطريقة اللي قلت عنها قبل. نعم. بالطريقة السلسي، بطريقة التفاهم، بطريقة اعتراف الجميع بأنه لازم هالتوازن هيدا يتصلح. لا، الرئيس، رئيس الحكومة اسلام هو فعلا رجل سلام وفعلا رجل طويل البال، وانا بعتقد رح يلاقي حلول بالنهايه. حكيت انه موضوع الشارع ما بيؤدي لنتيجه ومش وقتها هلا في ظل الظروف، ولكن تتخوف فعلا ان يكون في هدف انه ان نصل الى شلل التام، ما يعود في حكومه ولا رئيس جمهوريه ولا مجلس نواب، في هدف ما بس للحقوق. خليني اوضح، انا قلت كل فريق حقه يذهب للطريقه اللي بيريدها، اذا بده وقتها. الشارع، اذا بده الشارع وبحق له بس ضمن القوانين. ايه؟ ان احنا مش معترضين. نعم. هلا سؤال، نحن شو موقفنا كقوه؟ نحن ما لنا عليها بهالمواجهه. ايه؟ داخل الحكومه، ما نحن غير موافقين على تركيبه الحكومه من الاساس، فنحن ما لنا داخلين بهالمواجهه، ولكن انا عم بحذر انه الوضع هل يحمل تفجير؟ هيدا الموضوع. شو سألتني بعد؟ هل مطلوب فعلا أنه الشلل يصيب كل المؤسسات لأنه في هدف في ما فريق يراد تحقيقه؟ نعم. تغيير الكيان، تغيير الصيغة، ما في شك، ما في شك بخطاباتهم، يعني فريق حزب الله واضح. نعم. بخطاباتهم هلأ مرات بيرجع بيتراجع، مرات بيرجع بيصوب شوي لأنه حسب تكتيكاته، ولكن معروف أنه حزب الله ذاهب إلى تغيير في الصيغة وتغيير في الواقع السياسي كله وتركيبة الدولة كلها، وهيدي شغلة عم بيعلنوها عدة مرات بخطاباتهم وبكلامهم، وكلنا بنعرف أنه بالنسبة لكثير من قياديي حزب الله من وقت لآخر بيطلعوا بيقولوا أنه الصيغة والكرامة الوطن ما بدأت إلا مع سلاحهم ومع إنجازاتهم هن، وهيدا بيعني أنه مش عم بيحاولوا حتى هالقصة السلاح الاستراتيجي اللي بيملكوه واللي تابع إلى المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، عم بيحاولوا طبعا يستخدموه في الداخل السياسي اللبناني لتغيير الواقع والموازنة والتوازن في هيدي نقطة بتحرز أنه ننتبه لها، لانه نحن بهول المحاولات عم نخسر كمسيحيين، عم نخسر النصف. باللواء اليوم وبالعنوان حزب الله يساير ولن يفرط بالحكومه، وامبارح شيخ نعيم قاسم كان في كلام انه بالعمل الحكومي وضروره العمل الحكومي، عم بيساير الجنرال. هيدي مثل ما شفت، يعني قلت انا حزب الله بيدرس خطواته الاستراتيجيه وتكتيكاته. نعم. بيوضع كل تكتيكاته بخدمه استراتيجيته. نعم. فاذا كانت استراتيجيته بتقول التهدئه اليوم وعدم فرط الحكومه ما راح يفرطها. رح نتابع معك دكتور فادي كرم هذا الحوار اليوم بكلام بيروت بعد التوقف لاستراحة أولى، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع دكتور فادي كرم عضو كتلة القوات اللبنانية، بموضوع يعني الحكومة، ولكن ما بعد اجتماع الحكومة استزعون الكعكة بالشرق تحت عنوان أحرجوه فأخرجهم، هيك صارت القضية، ويتحدث أنه عن إحراج الرئيس تمام سلام بالدعوة بموضوع النقاش الدستوري، وبالتالي أنه قال الوزير جبران باسيل أيضا يعني والوزير الياس بوصعب حول جدول أعمال مجلس الوزراء أنه الرسالة الخطية التي واجهوها ما تم دراستها، وبالتأكيد أنه كأنه ما بقى في رأي للوزراء يلي هن تسلموا أيضا صلاحيات رئاسة الجمهورية، ومن هون البحث أنه كأنه الرئيس سلام هو يقرر وأنتوا أعضاء بالحكومة، والموضوع مش هيك بالواقع بالحقيقة، هو الموضوع مش هيك أبدا. هون الحكي عن آلية العمل الحكومي عدنا مجددا، تغييرها أو عدم تغييرها، وشو السبب؟ غياب رئيس الجمهورية. اليوم كل واحد عم بيفتي حسب مصالحه. وهي المشكلة وقت اللي بيكون أفرقاء سياسيين عم يتحملوا مسؤولية وطن. كل مرة بيفتوا على طريقة ما حساباتهم الخاصة، حساباتهم الفئوية، بيكون الوضع الوطني خطير جدا. فأنا ما يعني أستاذ سلمان، لا الإعلام ولا الشعب ولا أنا مسؤول سياسي بقدر ألحق هالمواقف اليومية اللي بتغير بالدستور واللي بتشتغل على فتوات معينة داخل الدستور. فأنا مش رح أخذ موقف بخصوص هيك موضوع، لأنه مثل ما قلنا الأساس هو غياب رئيس جمهورية، وكل الباقي هو أصبح
معارك لأسباب أساسية وأسباب مهمة، ولكن المعارك هي معارك عم تستعمل الحجج الأساسية، ولكن في مشكلة فيها. يعني طريقة المواجهة منا طريقة بقى ديمقراطية وعم تحترم الدستور، وعم كل واحد عم يفتيها بالطريقة اللي بتناسبه. نعم، حكينا شوي عن حزب الله، وأنه موقف الوسائر الجنرال إبراهيم ناصر الدين بالديار يتحدث أنه حزب الله مستعد للذهاب مع الجنرال عون، ولكن من دون الوصول إلى موضوع يعني هز الاستقرار بالداخل. ويقول أيضا أن هناك من يدفع الجنرال عون إلى ارتكاب الأخطاء. يعني أيدي هني بيعالجوها بين بعضهم فريق من يقدر، ولكن أنا أكدت وبرجع بأكد أنه اليوم ما في فريق مستعد يتحمل مسؤولية تفجير الوضع الوطني كله. يمكن بلحظة تانية تتغير الأمور، ما حدا بيعرف. قلت لك حزب الله نعم رح يطوع كل هالتكتيكات هيدي لصالح استراتيجيته. اليوم استراتيجيته كانت واضحة بكلام الشيخ نعيم قاسم اللي هو قال مش مستعدين نفجر الحكومة. إذن بعدنا مثل ما قلت قبل، حتى ما نضلنا نعيد الحديث ذاته، أنه هي عملية شد حبال بين كل أفريقيا. حكينا عن موضوع رئاسة الجمهورية، وأيضا أنطوان غانم بكاريكاتير الجمهورية تحت عنوان الراعي، البطريرك الراعي، يقول رأس الدولة مبتور، رسم جسد بلا رأي بلا رأس، ومبتور من دون جميلة داعش. مؤسف جدا، بس حقيقي جدا. وما بتنحل الوضع الوطني، مش رح ينحل الا ما ننتخب رئيس جمهوريه، والطريق الاقصر والطبيعيه. نعم. مش بس اقصر لانه عم نجرب نستعملها لانه مصلحتنا بتقول هيك، لا، لانه هيدا الدستور وهيدا القانون وهيك مفروض نروح اليوم باسرع وقت ننتخب رئيس جمهوريه. اذا كان بيعني لنا هالوطن وبيعني لنا سلامته وبيعني لنا يستمر، فأول شغلة لازم نعملها هي انتخاب رئيس جمهورية. ولكن صرخات البطريرك الراعي وكل المعنيين بالداخل، وفي كلام أنه ضرورة انتخاب رئيس، وين عم بتم الاستماع لها؟ مين عم برد عمين؟ يعني أول شيء الكلام لازم يكون موجه لفريق واحد اللي هو عم بيعطل، مش لقلنا نحن، لأن نحن مش عم نعطل، بالعكس نحن عم تنزلوا جاهزين وعم ننزل ومستعدين نقبل اي نتيجه. مش بس هيك. نعم. مش نازلين حتى نناور، نحن نازلين ننتخب ونقبل اي نتيجه. نعم. فاذا يوجه كلامه لسيدنا بكل احترام، يوجه كلامك للي عم بعطل. على كل حال الوزير مروان حمادي كان بمجلس النواب بالجلسه الاخيره وقال انه بكل محبه بنطلب من البطرك انه ما يسوينا مع الجميع. ايه طبعا، لانه المساواه والتعميم بتحميل المسؤوليات هو بيغطي اللي عم بيعطل، وبيفتح مجال للتأويلات وللتفسيرات، وبالملفات الاستحقاقات وبملفات الدستور والقانون مش مسموح لا نأول ولا نفتي. ولكن نلتزم بالقانون. صحيح انه ايه عم تنزلوا، بس مش واضح من هو الرأي، ويقال صحيح هيك مفروض تكون الديمقراطيه، مش مفروض ينعرف الرئيس قبل ما يصير في جلسه الانتخاب، بما انه الموضوع ما بيمشي بدون توافق، لانه خلص لا هون ولا هون بيمشي الحال. يا استاذ سلمان، فالذهاب الى حتى عمليه التوافق مش مسموحه اليوم. اليوم عم ينقال هيك وبس، ما يعني حتى عمليه التوافق مش موجوده. يعني ليش مين ما طرح توافق؟ ليش نحن كقوات هيك وبس؟ يعني نحن كقوات لبنانيه، مثل ما قال الشيخ نعيم قاسم، يا جنرال يا في رأي. نعم، نحن كقوات لبنانيه اللي عندنا مرشح اللي هو رئيس الحزب وبرنامج تنعيم فيه وبرنامج، وسنسعى بكل قوتنا انه نوصله رئيس جمهوريه، عم نقول ما رح نوقف قصه رئاسه الجمهوريه وجود رئيس ورئيس للدوله إذا كانت منا واصلة للدكتور سمير جعجعان، مش رح نوقفها. يعني نحن عم نقول بدنا رئيس جمهورية، ورح نحاول نوصل الدكتور سمير جعجعان رئيس جمهورية. فإذا الأساس هو إنه نكون مقتنعين إنه ما يكون في شلل في رئاسة الجمهورية، مش نقول بهالطريقة بنخليكم تعملوا رئيس جمهورية. يتخوف. فإذا حتى عملية التوافق منا موجودة، نحن عم نطرح توافق، نحن طرحنا توافق مع كل الأفرقاء، مع المرشحين الآخرين ومع حلفائنا ومع الكل، طرحنا موضوع التوافق، ما وقفنا
انتخاب رئيس جمهورية إذا ما بتركب على الدكتور سمير جعجع. فأدنى الطرف الآخر هو المسؤول على أنه يفهم أنه ممكن تجي بالتوافق، أما بالانتخاب الديمقراطي. نعم. والانتخاب الديمقراطي واضح، يعني مش صرنا عم بيصير. صرنا سنة وشهرين عم نعيدها. نعم. بكل بساطة منحضر ننتخب من المرشحين الموجودين. حضرتك بالقوات منك بالتيار، ولكن هل فعلا انه جنرال يشعر انه بموضوع التعيينات لقائد الجيش بما انه بقلول، ولكن واضح الامور متجهه انه مثل ما صار بغير مؤسسات مش حيكون في تعيين، وايضا بموضوع الرئاسه يبدو انه الامور متجهه بمكان اخر، وبالتالي كل هذا التحرك الى جانب موضوع المسيحي عم يطغى، عم يظهر بالشارع وبالمواقف وغيره، كأنه الأمور خرجت من مكان ما. يعني أنا ما إلي على التيار كيف بده يقود معركته، شو أهدافه الأساسية. أنا إلي على أنا كحزب، حزب وطني، حزب لبناني، حزب يعني الشأن المسيحي والوضعية المسيحية والتوازن المسيحي في الدولة ومشاركة المسيحيين في الدولة. أنا بحكي عن موقفي، مش كل شغلة أنا بدي طالبها للحزب بدي اعتبرها مسألة مسيحية وأعمل معركة عليها مسيحيا. لا، في أهداف مرات فئوية حزبية إذا ما تمت مثل ما أنا بدي، أما مثل ما أنا بريدها كقوات لبنانية ما بخربها، معناتها خربت المسيحية، لأنه ممكن يكون في شخصية أخرى مسيحية الجلالة. حكينا عن موضوع داعش، أنه رأس الجمهورية مقطوع من دون جميلته. جورج شاهين بالجمهورية تحت عنوان انتخاب الرئيس يسد الباب أمام داعش بمؤتمر لإحدى الدول الأوروبية كان في كلام، ولما وصل الموضوع على موضوع رئيس الجمهورية كان الكلام ضرورة توحيد الموقف وانتخاب رئيس الجمهورية، لأنه المخاطر إلى جانب الاقتصادية والسياسية وغيره في خطر أمني في موضوع الحدود، في موضوع داعش اللي متغلغل، ولكن لحد الآن ما في أي تحرك لإله. صحيح، لأن يعني بالموضوع موضوع ما يحدث حولنا والخطر ارتداد هالمعارك والمشاريع الإقليمية اللي هي مشاريع مواجهة المشروع الإيراني التوسعي مع المشاريع الأخرى اللي الموجودة في المنطقة. فاليوم هيدي المشاريع نعم ارتداداتها كتير خطيرة على لبنان، على الوضع الداخلي اللبناني. بالسياسة ما أنا شايفين في واضعين خطوط دفاع عن لبنان، ما في شيء لحديت هلا بالسياسة، لأنه سياسة حزب الله هي اللي عم تأدي إلى شعور المواطن الآخر اللبناني اللي ما بيوافق حزب الله على أنه ما في توازن، في حسابين في الوطن. أكيد. في حساب انه حزب الله قادر يعمل بده اياه، قادر يروح يعمل معارك ويرجع ويشيع قتله في ليه، ما بنشوفه انه قادر يحمي بمكان ما، قادر يعمل اللي بده اياه، استراتيجيته عم بيمارسها. استراتيجيته استراتيجيه توسعيه الايرانيه، اما الفريق الاخر قاعد عم يتفرج، ما بيقدر وعم يتفرج، عم يتفرج. نحن ما بدنا اياه يقدر، يعني نحن نحن ما بنوافق ويصير في عنا فريق اخر. نعم. بمكان اخر مثل حزب الله اللي انا بسميها دائما انتشبل. لا. ايه. مفترض حزب الله يصير مثل اللبنانيين الاخرين. نعم. ويمتنع عن هالسياسه التوسعي. هيدا هو اللي لاغي خط الدفاع اللبناني السياسي ضد اخطار ما يحدث في المنطقه. الخط الوحيد اللي عم يدافع عن لبنان هو الجيش اللبناني والقوى الأمنية. نعم. الجيش اللبناني والقوى الأمنية عم بيقوموا بدورهم على أكمل وجه، وفعلا مشهود لإلهم وواضح جدا على أنه عم بيخوضوا معركة وطنية للدفاع عن الحدود وعن سيادة الوطن، إن كان في على الحدود وإن كان في الداخل. كل الأجهزة الأمنية بدون استثناء فعلا عين ساهرة وواعيين تماما للمصلحة اللبنانية وعم بيدافعوا. كتر خير الله في المؤسسات هودي الأمنية اللي هن ضامنين اليوم السلم الأهلي. نعم. لأنه ممارسات حزب الله وسياسة حزب الله وتدخله في المعارك هي اللي لاغي الخطوط الدفاع الأخرى. نعم. على كل حال موضوع الأمني، موضوع الأرهاب يشغل بال اللبنانيين، مش بس موضوع السياسي وانتخاب رئيس أو أنه نفوت بقضايا الدستورية. أستاذ إلي الحاج بالنهار حكينا عن موضوع الاستطلاع، يمكن. نعم. أخذ حقه، ولكن. نعم. جنرال طرح مبادرة من أكثر من بند، من موضوع الاستفتاء، من موضوع انتخاب الرئيس من الشعب، ومن موضوع كل هيدي خارج القانون. وبالتالي يقول للحاج أنه على المرء يكون مصاب بالزهايمر السياسي، كان يتوقف عند تصريح النائب جنرال ميشيل عون بأنه القوات لربما كانوا محقين حين طرحوا الفيدرالية في زمن الحرب. نعم.
لم تطرح القوات الفيدرالية كفكرة بل حققتها على أرض الواقع من زمان، هيدا يعني عن أيام ما كان قبل. ممكن لبنان يتحمل تقسيم، مش تقسيم، فيدرالية؟ خليني أوضح. القوات اللبنانية لما كانت عند منطق الفيدرالية وعم تحكي بموضوع الفيدرالية بزم كانت الفيدرالية هي واقع، كان البلد كله مقطع، حالة نفوذ ووضع نفوذ، كل فريق عنده نفوذ بمنطقة معينة، وكانت هذا الواقع، واقع الحرب وواقع الانقسام الوطني. اليوم طلعنا منها هيدا، يعني نحن منا بهذا الواقع أبدا، بعيدين جدا عن هذا الواقع. اليوم في وطن، في دولة، في جيش لبناني يرعى الجميع ويحمي الجميع ويحمي السيادة، في أداء جيد للقوى الأمنية لحماية الداخل اللبناني، في تركيبة دولة، في مؤسسات، وربما أفضل دولة وأفضل مؤسسات بالمنطقة كلها، هي الوحيدة اللي منهارت بالرغم من كل الأزمات اللي عنا إياها. حكومة يلا تشتغل. يعطوها مجال بس، يعني هالأزمات هذه يطلعوا منها، الأزمات اللي هي أزمات فئوية كتير ضيقة، يطلعوا منها لحتى نقدر نطلق الدولة ونحطها على المسار. وقديش كنا لو حمينا الوطن وبعدناه عن الأوضاع اللي حولنا، قديش كنا استفدنا من استثمارات ومن رؤوس أموال عربية كانت لجأت لنا، اليوم لجأت لأماكن أخرى. فإذا نحن منا بوضع اليوم نحكي بمسألة مسألة الفيدرالية، وكل ظرف له كلامه وكل ظرف له طروحاته. لما طرحناها كان وضع مشاكل، كان هو الموضوع أنه ما مش قادرين نكفي هيك، في حدا أخذ حقوق حدا تاني، وبالتالي العيش المشترك مش ماشي الحال، خلينا كل حدا يعيش مع زعيمه مع لا مع العيش مجموعته. المشترك عم يتحسن وضعه من بعد 2005. كان قبل 2005 منه موجود، بعد 2005 عم يتحسن وضعه وشوي شوي بأداء كل الأفرقاء المسيحيين. يعني ما نقول بس القوات اللبنانية، لا، بأداء كل الأفرقاء المسيحيين عم يتحسن وضع العيش المشترك. موضوع دورة استثنائية وسوري بتوضح وأداء الأفرقاء الوطنيين كلهم، يعني حتى حلفائنا وكلهم مقتنعين بموضوع العيش المشترك، والكل مستعدين يقدموا للعيش المشترك. بس مثل ما قلت بالأساس، هاي المسألة مش عملية لا انتفاضة ولا ثورة، هيدي عملية تفاهم. حكيت كل المعطيات البلد اللي عايش فيها، الاقتصادية والاجتماعية وككل، وبالتالي ضروري فتح دورة استثنائية لإقرار كل هذه القوانين بموضوع المال، بموضوع الاستثمارات، بموضوع تسيير شؤون الناس. صحيح. وحتى الموظفين بالدولة. جرى ما جرى بمجلس الوزراء مجددا في جلسة، في كلام الكواليس انه الكل موافق على فتح دورة استثنائية ولكن حسب الشروط والمطالب. يعني طبيعي الدورة استثنائية لفتح موضوع التشريع شهري ضرورية جدا. ما في يستمر البلد اذا ما بنعمل تشريع، ولكن من باب المسؤولية، من باب المسؤولية، من باب المسؤولية الوطنية، من باب الغاء حجة عدم التوازن في الدولة وعدم مشاركة المسيحيين، ففي بندين ما ممكن ينطلع عنهم. إذا كانت النيات هالحشر، إذا كانت النيات سليمة، نعم، مش هيدي حشر، بالعكس هيدي بتفتح باب لترييح الجو الوطني كله وخاصة المسيحيين. هلا أنتوا والتيار متفقين عليها، وتلغي منطق إنه المسيحيين متاكل حقوقهم، لأنه وقت اللي أنت بتعطي مجال لموضوع قانون انتخابي جديد واستعادة الجنسية بكل إيجابية من جميع الأفرقاء واستعادة الجنسية، معناتها الكل مقتنعين بأنه المسيحيين عم يستردوا حقهم بالدولة. راح نتابع معك القسم الأخير بالموضوع الاقتصادي، وشوية بنهتم بالكورة وبمنطقة الشمال. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع الدكتور فادي كرم، عضو كتلة القوات اللبنانية. ما حنحكي عن اليونان، ولكن لندخل بالموضوع الاقتصادي. أرمان حمصي بالنهار رسم خزنة مال فيها شخصين، واحد مكتوب عليه اليونان مع تعليق استفتاء اليونان، وصندوق اقتراع بداخله رجل بلا رأس، هونيك عنده رأس بلا، واستطلاع لبنان. في خوف بالداخل أنه وين لوين رايحين نحن؟ يعني الأمثلة كثيرة حولنا. أنا قلت بموضوع الأمني ما عندي خوف، لأنه في أجهزة أمنية وفي جيش لبناني قادر يحمي هذه النقطة، كما أنه في قناعة لبنانية من معظم الأفرقاء السياسيين اللبنانيين الكبار بأنه ما لازم يصحط لبنان باتجاه أي فوضى أمنية، أما
ولهالسبب يعني هيدي السبب الأساسي بتركيبة الحكومة الحالية. نعم. لمص موضوع الأمني لضبط الوضع الأمني في الداخل. فأنا ماني ما عندي خوف بالاقتصاد، أما بالموضوع الاقتصادي وموضوع شأن المواطن الوضع خطير جدا وكارثي جدا. نعم. وما بقى ينحمل وما لا بقى نتلهى بملفات مش هي الأساسية، لا، الملفات الأساسية هي وضع المواطن، وضع المواطن كيف بده يعيش، وضع المواطن كيف بده يشتغل، وضع المواطن تفتح له استثمارات، حاج بقى تحسسه المواطن انه هو ريعي وان اقتصادنا ريعي، لا، بدي افتح له مجال يشتغل ينتج. كما انه الملفات الأساسية للبنية التحتية للمناطق. فاليوم بدي فوت بموضوع مثلا بالكوره. قبل ما تحكي عن الكوره، في كذا اتصال اجى على التي في انه منطقه الكوره معروفه وجزء من الشمال كبير ومهم، 10 ايام في مناطق بدون مي. صحيح، مش بس بدون مي، والمشكله استاذ سلمان، انا يعني انا بتشكرك فتحت لي مجال اني احكي بهذا الموضوع. ما تطول كثير لانه الوقت لا مش رح طول كثير، بس شغله جيده انه نوضح انه اليوم هالمحط الكلام انه وين النواب وشو عم بيعملوا النواب، لك ما النايب عم بيراجع وعم بيركض على الوزارات وعلى المجالس وعلى ما حدا عم يرد لك، في وزارات مش عم تعطينا موعد. حلو، لهالدرجه مش عم تعطينا موعد. انا صرت طالب من احد الوزراء وهو بيعرف منو 4-5 مواعيد مش عم يعطيني موعد حتى اطرح معه موضوع البنيه التحتيه وموضوع المائي لكل الاهالي الكوره. فلهالسبب نعم، هيدي مسؤوليه الوزارات، مسؤوليه الوزراء، مسؤولية الحكومة بأنه تفتح مجال لحتى هالمناطق، مش بس قصة ماي. اليوم في ضيعة اسمك فرح زير بالكورة اللي هي ضيعة أساسية بالكورة. صح. طيب كيف يعني فوق 10 أيام ما في ماي؟ كيف بأي منطق؟ أنا هحلق بأي منطق ليش ما في ماي؟ مش لأنه ما عندنا ماي، نحن عندنا إبار ماي وعندنا ماي كتير بتروي كل المنطقة الشمال. لا، لأنه الملفات فساد. لأنه الملفات، لأنه الأساطر اللي مدت اللي ما عمرها شيء، عمرها سنتين وثلاثة وأربعة، اوكي، كلها اساطر عم تتفجر بالطرقات. اليوم اذا بيمروا اي واحد اليوم بالكوره امرقوا وشوفوا كيف المي تهدر في الطرقات. حضرتك من الكوره بس هذا عم يصير بكل المناطق، بكل المناطق، بس انا علي اني احكي بموضوع الكوره بالموضوع الانهي. فيلت بالطرقات يمرقوا اليوم مفجوره بقلب اميون الماء، قبلها بشوي كان بكفر صارون، قبلها بكفر عقا. لا، ليش؟ لانه نفذ المشروع بطريقه فاسده. أيوة. بطريقه ما بتوصل مي على الـ على الـ على البيوت، لا، بطريقه بتوصل اموال على جيب الفاسدين. طب عم نحكي لسبب اليوم اولاد الكوره قاعدين بلا مي، لسبب سيارات اولاد الكوره واللي بيمرقوا بالكوره عم تتكسر، لانه المتعهدين مش مفراري معهم. لا. محميين اكثر من الاحزاب اللي عندها مشاريع استراتيجيه توسعيه، هودي محميين اكثر. ايه. لانه هودي بيقدروا يعملوا اي ضرب فساد وبيرجعوا بيتلزموا هن اعاده تاهيل اللي افسدوهن. هذا بشمال هيدا الكورة بكل المناطق المدنية، هيدي العقلية. الدعوة لكل أبناء الكورة أنه ينسوا السياسة ويوقفوا ضد هاي المشاريع مين ما كان يكون عم ينفذها. يلا نزلهم على الشارع كمان. لا، أنا مش رح نزلهم على الشارع، بس يوقفوا ويعرفوا الحقيقة. ما فيك تعالج استاذ سلمان أي موضوع ما بتحدد، ما بتعمل تشخيص للمرض. إذا هيك كلمة بس هيك شارع، وينن النواب؟ لك وينن النواب؟ من النواب موجودين. نعم. منه من هالشعب النواب، ولكن بده حدا ينفذ. بس نعم، بس بدك مين ينفذ؟ ما الحكومة. وكيف بدها تنفذ اذا صار لها 3 أسابيع معطلة والتعطيل قد يستمر؟ مين بده يشتغل؟ مين مغطيه هون؟ مين مغطيه هون؟ انا وياك. ايه، هاكل حالك. بالموضوع الاقتصادي، استاذ عدنان الحاج بالسفير يقول انه لم تشعر الاسواق المالية باصدار تقرير صندوق النقد الدولي بالتحذير، وجه تحذير من نمو العجز بالموازنة والمديونية العامة، وحكى عن مصرف لبنان والإشادة بضمان الاستقرار، ولكن الواقع اليوم المؤسسات ما تجاوبت، وحتى يعني موضوع انعقاد مجلس الوزراء وموضوع العمل الاقتصادي، الحركة الاقتصادية بالبلد. أنا ماني كتير خبير بالموضوع الاقتصادي. أي. ما عندي كتير، ما بقدر أدخل بتفاصيله. نعم. بس بقول لك شغله أساسية، في تحذير واضح ببلاد العالم كلها، في مفهومين بالاقتصاد بعتقد هيك يعني. ما بعرف إذا أكثر، ربما يعني ما بقدر ضوي على كل الموضوع، بس في مفهومين. في مفهوم الدول اللي بتجيب استثمارات، يعني مفهوم الاقتصاد الاستثماري. أي. اللي الله يرحمه الرئيس الحريري هو كان أنجح مثال
على هذا الموضوع مش بس بلبنان، وجهز الأرضية لهذه، فتح الأرضية لحتى يصير في استثمارات بلبنان ولحتى تقدر ينوضع ثقة، توسيع هذا ينوضع ثقة بلبنان لحتى. وهيدي بتستدعي شو؟ استقرار. استقرار شو؟ أول شيء أمني وسياسي. كيف بدك تعمل استقرار أمني وسياسي بوجود دولة أكبر من الدولة؟ نعم. مين المستثمر اللي بده يجي يستثمر بلبنان اللي عم ندعيهم يرجعوا؟ اللبنانيين اللي دعيناهم، صار في مؤتمر مشكور عليه وزير الخارجية انه دعا اللبنانيين، بس ما بدك تأمن له أرضية، هيدا كيف بده يجي يستثمر بلبنان بوجود دويلة قادة أي لحظة اللي بده توضع يدها على استثمار وتقول له اطلع برا؟ كيف هيدا بيجوا؟ كيف بدهم يجوا؟ بيجوا منزيد الجمهور، منزيد الجمهور بالشارع، بركي يعني مفتكرينهم انه هودي اغبياء يعني. ما هودي رجال استثمار، استثمار نجحوا بالخارج. ليه؟ لانه الخارج امن لهم ظروف، ظروف تهني ينجحوا ويستثمروا. طب اليوم كيف بدي هذا؟ هذا نظام، نظام اقتصادي كبير. في نظام اقتصادي اخر اللي حكيت عنه قبل شوي، هو الريعي، انه الدوله طلعت على العالم وتضلت تعيشها من مصرياتها، لا بدي اشتغل، بسحب منك وبرجع بعطيك اياهم بطريقه تانية وتحتى نفلس كلنا سوا. على كل حال يمكن ما تحقق من بجلسه المره الماضيه انه موضوع الزراعي واقرار الاموال لتصدير الزراعي، ولكن الازمات جايه في موضوع النفايات، في موضوع 100,000 شغله و100,000 مصيبه جايه في حال عدم انعقاد مجلس الوزراء. وين سلسله الرتب والرواتب اللي كان عم بيصرخوا بدهم اياها؟ ليش ما عم بيصرخوا بدهم اياها؟ مش عم بحكي عن نقابات، هلا بينزلوا بالشارع كمان. في افرقاء سياسيين لكنهم مأمنين لظروفها للسلسله، نعم، ولليوم بقى عم يحكوا فيها. ليش؟ شو السبب؟ هل كان هدف سياسي؟ نعم. طيب، نأمل خيرا انه انعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل، ولنشوف شو بصير بالشارع ايضا نحن وياك. شكرا لك دكتور فادي كرم، عضو كتله القوات اللبنانيه، على وجودك معنا اليوم، وشكرا ايضا للمشاهدين على المتابعه. الى اللقاء.